سلام البنات، مرحبا بكم في جوهرة الغرب تليمسان. اليوم نعمل معكم بسطيلات بجداد. إلا كنتي أول مرة تدخلي للقناة اشتركي فيها وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. تفضلوا معايا وشوفوا الفيديو للآخر. في البسطيلة في المرحلة الأولى نبدأ نطيب الجداد. والجداد راني غسلته مليح بالملح والخل وملحته مليح. سي امبورطون الجداد يكون ملح باش تجينا البسطيله مليحه وبنينه. نعاود نميكسي هنا زوج حبات بصل في المرحله الاولى. البسطيله يليق لها بزاف البصل. هذه في المرحله الاولى باش نطيب الجداد نميكسي البصل ونقليه مليح. هنا نفت شويه الزيت ونعمل فيها هذيك البصل. نقلي البصل في هذيك الزيت سخونه. نزيد عليها الجداد. هو يتقلى. هنا عملت لي زيبيس. الملح ما نكثرش خاطر الجداد راه عندي ملح. وكان عندي زعفران الشعرة عملت شوية. والكركم زعفران سكنجبير تفاوه ولا فلفل الكحل. وهنا نزيد عود تاع القرفة. وما نمرقش بزاف خاطر البسطيلة ما خصهاش يكونوا المرائي بزاف هكذا باش ما تجيش مايها بزاف. ومن بعد كنا نصفي هذا المرأة كامل نصفيها. البسطيلة تجي ناشفة باش ما تسمخناش الديول ويبداو يتقطعوا. نمرق غير شوية ونبلع على هذا الجداد ونخليه يطيب. نخلطوه شوية باش ما يبقاش هاد لي زيبيس. بعد ما طاب الجداد نصفيه ونفتو. نصفيه هكذا في الكسكاس ونفتو. كي نفتها ما نفتتش لا كبير بزاف ولا صغير بزاف. شويه هذا المرأة اللي صفيتها من جداد نعمل عليها البصل. والبصل يكون شويه بزياده على بها نقولوا لها البسطيله. البصل حاز 2 كيلو. البصليات اسوها صغيره ولا ترابيوها. البصل الخضر يجي خير في البسطيلة. وانا عندي هنا غير بصل تاع المشتا معليش وفي افيك. نخليها طيب مليح ونعاود نعمل عليها البيض جو لا ليس ريدوير. هنا
بعد ما شربت المرأة يزيد البيض. بعد ما المرأة تاع البصل ريها شربت نزيد لها البيض، والبيض هنا عندي حال 5 حبات كل وحدة، وشحال الكمية اللي تحب. إلا بقى يخصها شوية ملح نزيد لها، ونكتفي بتفاوه ولا فلفل الكحل. نزيد المعدنوس، نخلي هذا المرأة تشرب. جينا ينفخ ساعة البصل، هنا نبدا نمونطي البسطيلات تاعي، وانا راني ماشي نعملهم بسطيلات صغار. نفد هكذا ورقه تاع الديول، نعملو سيلها هكذا قرده باش ما تقطعش. نعمل جداد لاكوش الاولى، وهنا عندي اللوز كنت حمرته مليح وعملت معاه طحنته مع السكر والقرفه وهو سخون. انا ما نعملش اون كوش تاع اللوز، في شاك كوش هكذا ندري شويه لوز، واللوز راه بالسكر والقرفه. نعاود نعمل اموخسو هكذا تاع، انا مش نعمل من بستيلات صغار، اموخسو تاع الديول ولا الورقه. نعاود نزيد اون كوش تاع البصل مع البيض والمعدنوس اللي كنت قطرته، نقطروه مليح، وحتى الجداد نقطروه مليح هكذا باش ما ي... باش الديول ما تقطعناش. نزيد شويه لوز، نعاود نعمل مخصوص على الديول، ونزيد اون كوش تاع جداد. نعمل فيها شويه لوز، نعاود نبلعها بقرده تاع الديول. نعمل شوية زبدة، هاد الصوالح ينخدمو باليدين، ونبلعها هكذا بيان سور توجور يدي بالزبدة باش ما تنشفش. الزبدة اللي هنا عندي دايبة، فوالا نعملها عاود الزبدة. فوالا حطيتهم في لي بلاطو، وكي نجي مشان نقدمهم نسخنهم كامل راني عامله فيهم الزبده، نغطيهم هكذا باش ما ينشفوش. بعد ما عملتهم تحمروا في الفوغ نعملهم شويه سكر غلاس، كاين اللي محبش سكر غلاس بزاف. وعندي هذا لي بوشوار نعمل فيهم القرفه، صافي ان جولي ديسان. هادو هما البسطيلات تاعي، ان شاء الله يعجبوكم. ما تنساوش لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبقى لي غير نقولكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.